هلا وصلنا الكفر انكوريكت بيبي كريم الجديد من كلين اند كلير، وانا كثير متحمسه اني اجربه معكم. هو بيجي بدرجتين، واحد للبشره الفاتحه واحد للبشره الاغمق، وانت بتختاري الكريم اللي بدك هو حسب بشرتك. وبعد ما كون نظفت وجهي بالمورنينج انرجي، الخطوه الثانيه هي الترطيب. عاده ببلش بانه احط نقط صغيره منه على وجهي وبرجع بملسهم منيح على شكل دوائر، ودائما لازم تتاكدي انك عم تحطي كل ليتل بارت من وجهك. ما تنسوا انه الترطيب كثير مهم بعد التنظيف. وعاد عن انه بيبي كريم بضاين لغاية 7 ساعات، هو كمان بحارب الحبوب وبخلي بشرتك تبين بأحسن حالاتها. باي جايز، هاف ا جريت داي.